جنى، احنا دلوقتي في غرفة العلوم، عايزين نعرف مدى مستوى ذكائك. انت حاسة نفسك انك ذكية ولا غبية؟ لا انا ذكية. برافو عليكي، وده اللي احنا هنكتشفه دلوقتي مع بعض. بس عايزة اقول لك يا جنى ان في الاختبارات اللي جاية في فوقك الجردل موجود فيه مية متلجة، لو جاوبتي صح الجردل ده هيترفع لفوق، اما لو جاوبتي غلط للاسف الجردل ده هينزل دش عليكي. اوكي؟ هينزل ايه؟ بالظبط. بصي دلوقتي تحاولي تعدي دي من هنا، اوكي؟ وانتي مخليه بالك انها ما تلمسش، علشان لو لمست انا بكهرب. ماشي؟ ماشي. خلي بالك عشان كل ما بتلمس انا بكهرب، بس هتعديها من هنا وانتي بتقولي ايه؟ ارنبنا في منور انور. ماشي؟ ماشي. يلا ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، عشان هتصل بالكهرباء اتصال مباشر. ثانيه واحده. يعني ايه اتصال مباشر؟ يعني الكهرباء هتبقى متصله في كل جسمي كده. يلا بسرعه قولي ارنبنا في انوار معروف. عديها عديها قولي ارنبنا في انوار معروف. اوعي تخبطيني تاني، اوعي تخليني اتكهرب تاني. يلا قولي ارنبنا في انوار. لا 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 حرام عليكي، قولي تاني. يلا عدي ارنبنا. لا 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 الجردل هينزل عليكي. قولي عدي. لا لا قولي بسرعه. لا خلي بالك. حرام عليكي. ليه كده؟ اصبري اصبري. طيب يلا قولي. قولي ارنبنا في منور انور. ارنبنا في انور. لا 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 قولي. يلا يلا اصبري. ارنبنا في منور. لا حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي. يلا بسرعه بسرعه قولي ارنبنا في منور انور. انت بتعديها. ارنبنا في انور منور. يا ساتر حرام عليكي يا شيخ، حرام عليكي. بجربك. بصي ارفعي دي دلوقتي. في قدامك صندوق، دخلي بقى ايدك وحاولي تعرفي ايه اللي جوه. ايه ايه دخلي ايدك. لا مفيش قطه. طب هيكون في حاجه بتحرك؟ لا طبعا. دخلي ايدك. ما تخافيش، ده انت لسه اصلا ماسكه الغطا بتاع الصندوق. دخلي ايدك. بصي ده كل ده الغطا. الجردل بينزل، دخلي ايدك حاولي تعرفي ايه اللي جوه. ثانيه واحده. ايه؟ قطه. لا مش قطه. لا لا لازم تعرفي عشان تكسبي. يلا دخلي ايدي حاولي تعرفي ايه هو. ايه؟ قطه. قلت لك مش قطه. مش قطه، مش قطه والله. والله احنا والله مش قطه، والله مش قطه. يعني هعرف كده؟ دخلي ايدك حاولي تعرفي. ها ايه ايه اهو عرفتي بقى انها حاجه ساكته. مش قطه، مش قطه والله، ولا كلب والله، ولا قطه ولا كلب. ايوه بالظبط، انت بدات تعرفي ايه بقى. ايه؟ ها حمامه. لا دخلي تاني، دخلي تاني، دخلي. والله العظيم مش حمامه. لا لا ما تبصيش من هنا. طب انا قلت ايه؟ هتخسري، هتخسري الجايزه، انت كسبانه في كل حاجه. يلا دي فاضل دي بس. يلا اخر مره وانا هساعدك المره دي. انا ما عارفش. ماشي انا هساعدك، هقول لك الحروف بتاعتها. يلا. ايه؟ يلا. ما عصفوره؟ لا والله مش عصفوره. دخلي ايدك اخر مره، اخر مره عشان الجردل هينزل وانت شطوره. لا لا انزل يا جردل انزل. انا مش انت خسرتي، سيبي خلاص. واللي كان قدامك ده كان يا دوبك اهو. انا ولا بقول ايه اللي بيحصل، انا بقول وانت حلفتي. ايوه حلفت انه ولا قطه ولا كلب، لكن ده ارنب. طب صح. تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده؟ انا هقول لك بقى. الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف، وهينور احمر. هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف، وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور عليك. هنبدأ وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنة؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟
مرتاح. تحبي بنات بقى في المدرسة؟ لا. طب وهنا؟ أنا خصماني. خصمك؟ يعني أنت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب أدم؟ لأ؟ بس هي بتحب، بحب أعرفك. معلش. ممكن تقول إيه دلوقتي لهنا وآدم؟ ممكن أقول لهم بشكر. بتشكرهم؟ ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقطه، بحب الفار والقطه. غني لهم الفار والقطه. الفار والقطه الاتنين دول دايما مختلفين طول السنه الاربع تسوم اركو فار شمال ويمين. هو ادم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجه حلوه على فكره. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ابقى جعان. ايه اكتر حاجه بتحبها في الاكل؟ بحب التورته. ولا الجاتوه؟ الاتنين مع بعض، بحب الجاتوه والتورته. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. عادي. قول. بص بصي، انتي كلبوزه بس رفيع. تمام ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت مخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب بتاخدها مني، بتقول لي دي بتاعت لينا. هي رزله صح لينا دي؟ فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا عشان انت كسبت في الفقرة دي لانك كنت صادق وجميل. ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا. ده جهاز كشف الكذب. حط ايدك على الجهاز الاحمر والاخضر. برافو عليك. اسمك ايه؟ عمر محمد جلال. برافو عليك يا عمر. عندك كام سنه؟ 7. حاسس انك مرتاح ولا قلقان؟ قلقان. بتحب المدرسه؟ قوي ولا نص نص؟ نص نص. ايه اللي مش بتحبه في المدرسة؟ ان اصحابي بيضربوني. بيضربوك ليه؟ يعني عشان ما بعملهمش حاجة وبكون بهزر يعني كده. انت شقي يعني. صح؟ طيب مين اكتر واحد بتحبه في المدرسة؟ ياسين. ومين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ عبد العزيز. ليه هو ده اللي بيضربك؟ يعني بيضربني. الضرب بيوصل على قفاك؟ كتير؟ قوي؟ المدرسين بتوعك بتحبهم؟
كلهم؟ مش كلهم يعني. مين بتحبه ومين ما بتحبوش؟ مس الماس هاله بتحبها؟ مس الانجليش ما بحبهاش بتاعت الانجليش. ليه الانجليش بقى بتعمل لك ايه؟ يعني بتضايقني بتزعقني كتير يعني. عشان انت بليد؟ يعني صح؟ Why don't speak English? Because English is very easy with me and with you. يعني مش فاهم. Why don't you understand me? Because I speak English is very easy. يعني عشان I'm small is very correct in impersonal English. بس ما بعرفش اتكلم English. Why? الناس بتاعت الانجليش يعني ما بتدبرش عليها قوي يعني وكده. Why don't you understand from Miss English? عشان بيبقى اصحابي بيقعدوا يكلموني كتير يعني منتبه بحس. طب قولي بتحب تعوم؟ بنزل البحر. بتنزل البحر صح؟ ما بتنزل بتعمل بيبي؟ لا بعمل. تعمل ولا ما بتعملش؟ بعمل. تعمل كتير ولا قليل؟ كتير. بقى تقول الحقيقة من الأول ترفعيش حواجبه. حياتك عاملة ازاي من غير سنان؟ حياتي وحشة من غير سناني. معجب ببنت في الفصل عندك؟ أنا؟ اسمها؟ سمع. قلت لها انك بتحبها؟ لا. طب وليه ما قلت لهاش؟ لسه يعني المدرسة خلصت وهي كانت في فصل غير فصلي. ونفسك تبقى معاك في الفصل؟ انت عارف انها هتعرف انك بتحبها؟ ليه؟ اما تشوف البرنامج هتعرف. هتعرف. تقول لها ايه من خلال برنامجنا؟ عشانك يا سما هعيد السنة. لكاميرتك وبحب واداء. عشانك يا سما هعيد السنة. ايوه كده برافو. تغني لها اغنيه ايه؟ لما القلب يدق 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 صدقاته بتعلى وتقول لينا نعيش ونقول للفرحه وللحزن نقول لا ونقول للخوف ابعد عن داريت ما تجيش سحر الدنيا يبان لما نشوف الأبيض الأسود موجود علشان البرق يبان الصورة بتحلى بتفاصيلها. خلاص كفاية. الجهاز شايف إن صوتك وحش جدا. يا ريت ما تغنيش تاني. شكرا. وأنت كسبت عينا في المرحلة دي. اقلع الحاجات اللي أنت فيها وروح. وأشوفك في المرحلة اللي جاية. أوكي؟